العودة إلى الاستثناءات من القطع المبرمج مضمون زيارة وفد من وزارة الكهرباء إلى محافظة ذي قار بعد أن احتج منتسبو دائرة الصحة على شمول أكبر مشافي المدينة بالقطع المبرمج، وهو ما شكل تحدي واضح لقطاع الصحة في المحافظة. وجه السيد الوزير بزيارة المرافق الخدمية الحيوية المتمثلة بمستشفيات محافظة ذي قار ومشاريع الماي، وأوعز السيد الوزير على استثناء هذه المواقع المهمة والحيوية من البرمجة. مشكورة وزارة الكهرباء استجابت لمطالبنا، ومتمثلة بمعالي السيد وزير الكهرباء والسيد مدير عام توزيع كهرباء الجنوب والإخوان في توزيع كهرباء محافظة ذي قار، وأوعدنا أخيرا بأنه المستشفيات هي أصلا غير مشمولة بموضوع القطع المبرمج. وتجد هذه الخطوة ترحيبا من حكومة ذي قار بإعادة الخطوط الحرجة للمستشفيات ومحطات المياه في ظل الأزمة المالية التي لا يمكن معها توفير مبالغ لوقود المولدات التي عادة ما تكون بديلة للكهرباء الوطنية. من جانبنا كحكومة محلية وأيضا بادرة التعاون والتنسيق مع الوزارة أيضا وديمومة استمرار هذا التنسيق وهذه العلاقة، أيضا راح نبدأ بهذه الحملة وهي حملة الترشيد وحث المواطنين والدوائر، وقلت نبدأ من دوائرنا ومكاتبنا وبيوتنا ومن ثم إلى المواطنين. وترى أطراف في حكومة ذي قار أن الأزمة مع وزارة الكهرباء ما زالت قائمة، إذ لم تعاملها الوزارة في عدد ساعات التجهيز كنظيراتها من المحافظات الجنوبية التي تجهز بساعات أكثر رغم تشابه الظروف المناخية. الآن محافظة ذي قار جاي تأخذ بحدود 950 كمعدل، هاي 950 ما جاي شغل محافظة ذي قار أكثر من 13 ساعة، وإذا ما قرنا هذا التشغيل مع المحافظات الجنوبية اللي هي البصرة والعمارة والكوت والسماوة نجد أن محافظة ذي قار أقل محافظة جاي تجهز بطاقة الكهربائية. وكانت عدد من مدن محافظة ذي قار قد شهدت تظاهرات بسبب تذبذب التيار الكهربائي. الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة محركان ثابتان لخلق أزمة الطاقة الكهربائية بين حكومة ذي قار ووزارة الكهرباء، أزمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. من الناصرية أحمد السعيدي، الحرة.